قاضي. اهلا بيك استاذ طارق. اهلا يا استاذ سمر، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب يا استاذ طارق. اسالك اولا، شايف ازاي اعلان يعني المستشار مجدي العجاتي بانه احنا منتظرين خلال الايام القادمه ان يتم مناقشه تعديلات على قانون التظاهر واللي ناديتم كتير بتعديله مؤخرا؟ يعني خلينا اقول يعني اتمنى ان يكون يعني حاله التفاؤل اللي عند الناس دي صحيحه وليها محل في الواقع، وانه يكون مشروع القانون اللي الحكومه مقرره انها تقدمه لمجلس النواب يكون بيحمل يعني او بيتلافى الانتقادات التي المحليه والدوليه التي وجهت الى هذا القانون. انا شخصيا يعني لست على هذه الدرجه من التفاؤل على الاطلاق، وانا شايف ان المناخ العام وبيقول ان الحكومه مستحيل انها تقدم يعني مشروع الا اذا كان فيه يعني خطوات تتراجع كمان في الديمقراطيه. اتمنى ان انا. طب ليه مش متفائل يا استاذ طارق؟ ليه ما عندكش تفاؤل بخصوص المشروع او اللجنه المنتظر انها تعمل تعديلات على هذا القانون؟ لان الصراحه الواقع بيقول ده، يعني احنا عندنا نقيب صحفيين اتحبس وتم يعني تقريبا كده تعمد التنكيل بيه هو اعضاء من مجلس النقابه في ازمه نقابيه بكل اسف. عندنا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الراجل اللي كان بيواجه الفساد برضه نفس الكلام. شباب بيتحبسوا لان هم قالوا ان تيرانوس صنافير مصريه، فيتم حبسهم بدون اتشاع يعني نشر وإذاعة او شائعات واخبار كاذبه. الحقيقه هذا المناخ بيقول لا، يعني الحدايه مش هترمي كتاكيت. وان انا بقول لك انا اتمنى اكون انا مخطئ في تحليلي، لكن انا شايف ان هذا المناخ مش ممكن هيبقى المنتج بتاعه هو قانون او تعديلات قانونيه تراعي. طب اسالك برضو عشان نكون دقيقين والناس تفهم احنا بنتكلم في ايه، ايه اهم النقاط او المواد اللي في هذا القانون اللي بتطلبوا بتعديلها او عندكم عليها اعتراض؟ لانه احنا تكلمنا في ده كثيرا، وكل الدول المتقدمه لديها قوانين تحكم التظاهر. بالتأكيد كل الدول المتقدمة وغير المتقدمة أيضا لابد أن يكون لديها قوانين تنظم استخدام الحق في التظاهر. في فرق كبير جدا بين تنظم وبين تقيد استخدام الحق في التظاهر. اللي موجود عندنا في مصر هنا هو قانون أعتقد أن الواقع العملي أثبت أنه بيقيد الحق في التظاهر، وأن مجرد النية أو الدعوة إلى التظاهر أو المطالبة بالتظاهر أوقعت العشرات إن لم يكن المئات تحت إلى أحكام السجن المشدد. يمكن حكم النهارده يعني دليل واضح جدا على الانتقاد اللي إحنا بنوجهها لهذا القانون، وإن القانون لا ينظم الحق في التظاهر إنما هو يقيد الحق في التظاهر بل ويجرمه أيضا. خليني أقول لك إحنا عندنا كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده في قانون التظاهر من اول الماده السابعه وما بعدها تقريبا لغايه اخر القانون. عندنا الماده السابعه اللي بتتكلم عن حظر ما يسمى بالاخلال بالامن او النظام العام، وانا ما اعرفش يعني ايه مفهوم الامن، مين اللي يحدد الاخلال بالامن او الاخلال بالنظام العام؟ هتقولي لي لو حد نزل قطع وكسر وعمل دي جرائم مؤثره بموجب قانون العقوبات، لكن اخلي بالنظام العام اللي احنا بنشوفها في كل القضايا اللي هي انا شخصيا وانا يعني محامي المفروض ان انا قديم ما اعرفش يعني ايه اخلي بالنظام العام. عندنا مجموعه من العبارات الواسعه الاستقطابه اللي ممكن تتطبق على اي حاله وعلى اي حد، مش ممكن بقى اللي بالفعل تم تطبيقها على حالات وعلى ناس كتير جدا لمجرد انهم مسكوا ورقه مثلا ووقفوا على رصيف كوبري 6 اكتوبر في فكره محمد محمود ومسكوا ورقه وقالوا ان احنا بنعظم شهدائنا وفاكرين شهدائنا اللي ماتوا محمد محمود، فتم الحبس عليهم بسنتين اتأيدوا في الاستئناف وموجودين لغايه فحضرتك شايف ان القانون بيحمل في طياته عبارات فضفاضه بيتم استخدامها من اي او يعني من اي جهه على هواهم، ده وجهه نظر بالظبط. وتطبق على اشخاص ويستثنى منها اشخاص زي وقت امناء الشرطه، وانا على فكره لا اطالب بتطبيق قانون التظاهر عليهم، لكن تم مثلا التعامل مع وقت امناء الشرطه في الشرقيه اللي استمرت كذا يوم، وساعتها دخلت دي وقفه احتجاجيه مش مظاهره، وانا مش عارف ايه الفرق بين الوقفه الاحتجاجيه وايه الفرق بين اللي عملوه الشباب اللي محبوسين مثلا كلهم دلوقتي. ففكره ان هذه العبارات بتسمح للامن ان هو اللي يكيف الواقع، هو اللي يقول
القانون ينطبق هنا ولا ما ينطبقش هنا. فتم دي وقفه محمد ذكرى محمد محمود مظاهره بتخل بالامن والنظام العام، وتم وقفه امناء الشرطه في الشرقيه انها وقفه احتجاجيه ما هياش مظاهره بتخل بالامن والنظام العام. هو ده دي من الحاجات اللي احنا محتاجين انها تتحدد. طيب عايز اسالك عايز اسالك على الولاد بقى اللي تم الافراج عنهم بكفاله 100,000 جنيه فيما يخص اتفاقيه تعيين الحدود مع تيران او مع السعوديه، اللي هي بخصوص يعني مظاهرات 25 ابريل المتعلقه بتيران وصنافير. احنا عرفنا انه في 47 متظاهر يعني كانت قضت محكمه جنح مستانف بانها تخفف عقوبه من الحبس 5 سنوات لغرامه 100,000 جنيه، وخرجوا بعد ما دفعوا هذه الغرامه. هو العقوبه كانت الحبس 5 سنوات وغرامه 100,000 جنيه. فاللي حصل انه المحكمة ألغت حكم الحبس واكتفت بتغريمهم كل واحد 100,000 جنيه، وتم سداد الغرامات لل 47 كلهم، وبالفعل تم إخلاء سبيلهم كلهم. فعلا تم إخلاء سبيلهم كلهم. جابوا بقى منين الغرامات؟ يعني لميتوا من بعض، الولاد لموا من بعض، الأسر لموا من بعض 100,000 جنيه؟ أنا أنا, أنا 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 بالنسبة لي أنا محامي، يعني شغلي بينتهي عند صدور حكم نهائي في القضية. الموكل بقى والمتهم يدفع الفلوس منين، يجيبها منين، امه تدفعها له، خالته الجيراني يلموها له، يعمل جمعية ويقبضها الاول، ده مش موضوعي يعني، مش ما بقاش مهتم بالتفاصيل دي يعني. كمحامين دي مش شغلتنا خالص. طيب انا بشكرك استاذ طارق العوضي المحامي، شكرا جزيلا.